بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة أحكام الأضحية. عنوان حلقتنا: هل يجوز الادخار من لحم الأضحية؟ أنا بغيت ندير منها قديد، أنا بغيت نخزنها، وجائز ولا خصني ناكلها كاع كلها وما نخلي حتى شي حاجة؟ تيقول العلماء جمهور الفقهاء يجوز ادخار اللحوم ديال الأضاحي ولا بأس بذلك، والسلام عليكم ورحمة الله.